وراح الفايدة. شوف احنا مش كيش الفايدة تاعك. نروح لهيك خاطر كي تشوفوها قولوا بالك بلي ما فيهاش فايدة ولا لكن انا راني نشوف بلي كاين مكسرات وهذه حاجة مليحة خاطر هضرنا عليهم من قبل ومليح انه نذكروا بلي المكسرات كي نعرفوا نستعملوهم كي نعرفوا كيفاش ناكلوهم راهم رايحين يفيدونا بزاف كبار ولا صغار خاطر مثلا كي نشوفوا الجوز الجوز فيه كمية كبيرة بزاف تاع أوميغا 3 الأوميغا 3 اللي نعرفوهم اللي مليح للذاكرة مليح مليح للسيستم كارديو فاسكولير لأمراض القلب والشرايين يعني عندهم بزاف منافع للصحة ديالنا وخاصة عند الأطفال الصغار اللي ما يحبوش بالك ياكلوا الحوت ولا ما عندهمش تنويع كبير في التغذية ديالهم نقدروا نرحيو لهم شوية جوز مثلا نعطيو لهم شوية كمية صغيرة تاع ياكلوهم كيشغل أن غوتي ولا لومجا ولا ويفيدوها بزاف اللوز والبيستاش تانيت فيهم كميه كبيره تاع كالسيوم هذه حاجه ما نعرفوهاش وكما على بالنا الاطفال الصغار ولا حتى محتاجين كالسيوم صح يستحقوا كالسيوم كما دوكا كاين الناس كبار دي زادولت اللي ما يشربوش الحليب ما ياكلوش مشتقات الحليب دونك ما عندهمش منين يجيبوا الكميه تاع الكالسيوم اللي يسحقها الجسم تاعهم لهذا المكسرات تانيت فيهم كميه كبيره تاع الكالسيوم خاصه اللوز اللي فيه تانيت بزاف معادن وبزاف فيتامينات اللي يقدروا يعاونونا كيما المغنيسيوم ونقدر نشير لهذا الشيء خاطر المغنيسيوم معروف باللي ينحي لنا لو ستريس يعني يعاوننا باش نقصوا لونكسيتي القلق وخاصة في الاختبارات مثلا يكون عندهم امتحانات اختبارات مليح نضربوا شويه مكسرات يعني احنا كيما نقولوا كمشة تاع مكسرات على حسب هكا يد الحفنة تاع اليد اكزاكتومون ومن الاحسن ثاني ما يكونوش محمصين ولا ما يكونوش محمصين بزاف فوالا خاطر كي نحمصوهم بزاف رانا حين راهم رايحين يخسروا شويه لا فالور نوتريسيونيل تاعهم وثاني من الاحسن ما يكونوش فيهم بزاف الملح خاطر الملح كي نكثروا منه ثاني ماشي مليح